أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. مركز فايزل قرآن الإسلامي ঢাকা বিশ্বমানের হাফেজ ও আলেম গড়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।